أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، السلام عليكم أينما تكونوا. اشتريت 100 حلقة للأفراخ، بيكون بيها السنة والانيشال مالتي والرقم الحلقات. دائما انا اخذ حلقات المفتوحة واني اسدها، لان بلابل مالتي معروفة، ما اخليها بعمر 7 ايام او 6 ايام للافراخ من يكبرون. يعني هذا الفرخ هسه بعمر 14 يوم، راح ألبس الحلقة حتى يتعود عليها بأنه أكو حلقة برجله. فعندي سجل يعني كامل مخليه مرقمة على عدد الأقفاص اللي بيها أزواج، والحلقات التاريخ مالها، رقم القفص، رقم الحلقة، تاريخ التفقيس مالته، وملاحظات. دائما كل قفص عنده معلومات تبقى لسنين، تبقى عندي ريكارد، يعني شو يسموها، المعلومات تبقى عندي دوكيومنت. فهسه راح البس للفرخ الحلقة واشوف لكم اياه شلون راح ما يحس بيها فرق. هاي صارت الحلقة برجله، هذا اول فرخ، حلقة رقم 1 صارت له، القفص 5 الحلقة رقم 1، تاريخ تفقيس. هذا لو كان كبير وخليله الحلقة كان يظل ينقر بيها. عندي مقطع سابق قبل سنتين مخليه مجربها على البلابل الكبار، خليت لهم حلقات كانوا يظلون ينقرون بيها. شكرا جزيلا لمتابعتكم للقناة ومشاركتكم إياها مع بقية الأصدقاء وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد من القناة. شكرا جزيلا وإلى لقاء في مقطع آخر بعون الله تعالى.